لو حسيتي بالملل في المدرسة، جربي أفكارنا الجديدة. بركان صالح للأكل في حصة الجغرافيا، سبورة بتطل على السماء، أو دومينو مصنوع من المذكرات. اختاري فكرة من الفيديو الجديد. ميس ميث رجعت للفصل مرة تانية. إيه الكارثة اللي عملتوها؟ ليه السبورة مش جاهزة للحصة؟ اتفضلوا، مين المسؤول عن التنظيف النهاردة؟ جيسيكا محظوظة النهاردة، هي اللي عليها الدور. ومع ذلك واضح إنها مش جاهزة بس لمسح السبورة، دي مجهزة كمان مقلب للمدرسة. هنحتاج لورقة بنفس حجم السبورة، نلونها باللبني والأبيض والبنفسجي الفاتح بشكل تدريجي، ونخلي شكلها زي السماء. نصنع السحب بإسفنجة، اللون الفاتح فوق والغامق بعده، ده هيخلي شكلها واقعي. وعليها ورقة من البلاستيك بنفس حجم السبورة، نغطي البلاستيك بالألوان بنفس لون السبورة، ونستنى لما تنشف ونرسم عليها المعادلات باللون الأبيض. نرفق السبورة الوهمية بالشريط اللاصق. ميس ميث هتتفاجئ لما تشوف معادلاتها المفضلة على السبورة، لكن اتضح إنه وفقاً للجدول عندنا حصة جغرافيا ومفيش معادلات في الحصة دي. ميس ميث بتمسح السبورة وفجأة لقيت عالم جديد ظهر، دي معجزة، اكتشاف جديد في حصة الجغرافيا. ميس ميث لقيت قدامها السماء، إلا إنها مش قادرة تروح هناك علشان عليها بلاستيك. ميس ميث زعلت، تمشيتها على السحاب باظت. كريستي نفسها في شيء لذيذ ولسه معاها شوية شوكولاتة في المقلمة، لكن مش هتقدر تاكلها للأسف علشان ميس ميث موجودة وشايفاها وبتاخد مننا أي حاجة ريحتها حلوة، بالظبط زي الصياد. علشان كده هنضطر نتصرف بسرية، ده الوقت المثالي لدفتر الشوكولاتة اللي جواه حليب الشوكولاتة. هنقطع الفوم بنفس حجم دفتر الملاحظات، نصنع مكان لعبوة حليب الشوكولاتة. هنجيب العبوة ونعمل مكان للشاليمو، نلزق الفوم على دفتر الملاحظات، نقيس 4 مربعات على قد دفتر الملاحظات ونسيب بينهم فجوات صغيرة. نقطع المربعات المطلوبة من الفوم ونخلي الفوم زي شريط من الشوكولاتة. نلزق المربعات على الفوم ونقطع الزيادات علشان نسيب الفراغ فاضي. نلونها باللون البني ونلون دفتر الملاحظات كمان. نثبت علبة الحليب على الدفتر. أنا بشرب حليب الشوكولاتة من دفتر ملاحظاتي، مش محتاجة فترة الراحة. ميس ميث حاسة إن في حاجة غلط ومش عارفة إيه هي. من فضلك اهدي، ده مجرد دفتر ملاحظات مش أكل خالص، المدرسة مش هتمنعنا من وجود دفتر في الفصل. كريستي بتحاول تعمل واجب الجغرافيا، بتبني بركان، لكنها ما نجحتش لحد دلوقتي. الشيء الوحيد اللي ممكن تصنعه من الحجارة دي هو سور الصين العظيم، ولازم البركان يكون شكله واقعي زي اللي صنعته جيسيكا. هنفتت الأوريو ونضيف لها الحليب، نحاول نخلي قوامه سميك، ونقص الجزء العلوي والسفلي لإزازة حجمها لتر، نغطي قطعة من الفوم بالورق ونرسم حجم إزازة صغيرة في المنتصف. نقطع حفرة قدها من الفوم، نلزق قطعة الإزازة الكبيرة بحيث إن الصغيرة تكون جواها. نغطي الإزازة بعجينة البسكويت ونخلي القاعدة أكبر من القمة بشوية وشكلها زي البركان. نصنع الحمم البركانية من البيض والسكر ونضيف لون طعام أحمر. نفرد عجينة السكر الخضراء ونقطع منها أوراق، نثبتهم على عيدان الأسنان، دي أشجار. نصب الحمم البركانية على البركان ونضيف الأشجار ونثبت ديناصور لعبة في البركان.
جيسيكا صنعت بركان، بس محتاجة تشغل وضع ثورة البركان. نرج إزازة الصودا ونثبتها داخل البركان ونفتحها. بسهولة نقدر نعمل فيلم حديقة الديناصورات، ولو كنا جعانين نقدر ناكل البركان. فيلم حديقة الديناصورات قريباً في كل مدرسة. البنات ملت من الكتابة، إيديهم وعقلهم تعبوا، لكن جيسيكا عارفة إيه الحل. خلونا نرتب لمعركة الدومينو. هنغطي مجموعة من الدفاتر من نفس الأحجام بالورق، نخلي شكلهم زي الدومينو عن طريق الشرايط السوداء والنقط. اللعبة شغالة بكل حماس، ولازم نفوز في المسابقة المدرسية العالمية الأولى لدومينو الدفاتر. لكن ميس ميث مش مغرمة باللعب في الفصل، وضعت نهاية للعبة بوقوعها. خدي بالك يا ميس ميث. كريستي مش قادرة تتخلى عن تليفونها حتى ولو دقيقة، بتتكلم مع حد مهم جداً جداً، لكن للأسف مفيش حاجة بتدوم. المدرس مش قادر يفهم إن في حاجات كتيرة أهم من الحصة. ما عندوش قلب، مسكينة كريستي. كل الدفاتر هتتملي بدموعها، لكن جيسيكا عاوزة تفرح صاحبتها بالدفتر الجديد المضاد للتوتر. هنلف دفتر ملاحظات بغلاف صلب بالورق ونثبته بالغرق، ونقطع ورق من ألوان مناسبة لشرايط رفيعة ونمزجهم مع بعض، ونزيل الزوايد، نرفقه لدفتر الملاحظات ونلزق عليه قطعة من الإسفنج، نرفق جانب من شريط لاصق ونقطع الجانب التاني لقطع صغيرة بيضاوية، نرسمهم على قماش ونربطهم مع بعض، ونرفق لهم حلقات القماش، ونثبت كل القطع على دفتر الملاحظات. القطط هي أفضل صديق للتغلب على الملل، حتى لو كانت قطط إسفنجية. الدفتر ده لطيف وبيفرح كريستي، وممكن كمان نلعب بيه. دفتر الملاحظات الجميل خلانا نقدر ننجز المهمة، وخلاني أفرح صاحبتي. عندنا حصة مع مستر سيباستيان دي فرانس. الفوضى اللي على مكتبه مش لايقة مع شخصيته الحازمة. الفوضى دي بسبب اللوازم المدرسية، وعلشان كده بدأ ينظف المكتب بكل همة ونشاط. البنات فهموا إنهم لازم ينقذوا المدرس، وإلا الكل هيصاب بالتوتر. ممكن نخليه أهدى مع اللوحة الكبيرة العجيبة. هنلزق شبكة على ورق الفوم ونقطع الزيادات، ونرفق للشبكة شرايط ستان رفيعة. نقطع مجموعة من الملابس من الورق ونثبت مجموعة من الدبابيس على كرة من الفوم. نلزق شرايح الفوم لمشبك ونثبتهم باستخدام الغرق. هنرفق الشرايط وسوستة وألعاب وبازل وعداد وكرة الفوم والدبابيس وأسفنجة وألعاب وصندوق للصلصال ومشبك وقفل، وكمان حبل، ونثبت عليه الملابس باستخدام المشابك المزخرفة. اللوحة دي مليانة بالألعاب اللي بتهدي الأعصاب، نقدر نفتحهم ونقفلهم ونلعب بيهم بكل شكل. مستر دي فرانس لازم ياخد استراحة من روتينه اليومي، وإحنا اللي هننظف المكتب. سيباستيان حب اللوحة المضادة للتوتر، ولو مزاجه تحسن أكيد درجاتنا هتتحسن. الصبح هو أفضل وقت للنوم مش للدراسة. جيسيكا صنعت بلوفر خاص من الوسائد علشان نقدر نمزج الراحة مع الدراسة. هنحتاج لبلوفر، ونحدد الأماكن اللي ممكن نثبت عليها الحشو في البلوفر. هنحتاج لعدة طبقات من ألياف البوليستر نثبتها داخل الأكمام ونكررها في الكم التاني. نقلب أكمام البلوفر للداخل. البلوفر ده مخصوص للنوم في الفصل. جيسيكا بتحلم بالدرجات الممتازة والنجاح في الامتحانات وأجازة الصيف وهي نايمة.
لكن كريستي كمان عندها ملابس مريحة جدا نقدر نقضي الخريف كله واحنا نايمين فيها. هنقطع جزء من سويتر ونفصل البطانة ونثبت ألياف البوليستر ونملى بيها الجزء الخاص بالراس. نثبتها في القاعدة ونرجعها لشكلها مرة تانية ونثبتها بخيوط سميكة بشكل جميل على الحواف. الفكرة الجميلة لصنع وسائد من الملابس ما تجيش إلا من طالب نعسان دايماً، ودلوقتي الفصل كله هينام. أتمنى أننا ما ننامش أثناء الأجازة. صاحبتي دايماً بتحتل الجزء الخاص بيا في المكتب وتملاه بأدواتها، لكن أنا عارفة إزاي ممكن ألقن المحتالة دي درس مهم. علشان كده هيكون في علامة مرجعية بمقلب مخصوص. هنحدد مجموعة من المربعات في دفتر مربعات ونخلي شكلها زي لوح الشطرنج. نقطعهم بعمق بعض الصفحات ونوصل دبوس لعلامة كتاب ونمررها من خلال المربعات ونربطها في الجزء السفلي من الدفتر. كريستي بتعمل مكياج بقالها فترة طويلة جداً. كان ممكن أعمل أكتر من 20 مقلب في الوقت ده، لكن واحد كفاية عليها. أهي هتاخد كتبها، مفاجأة! واضح إن علامة الكتاب وقعت في غرام الدفتر ده، ومصيرهم بقى مرتبط دلوقتي. عجبتك أفكارنا المدرسية الجديدة؟ اكتبي في التعليقات أكتر حاجة عجبتك منهم، وما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في قناتنا وتضغطي الجرس علشان ما تفوتكيش أفكار الخدع المدرسية الجديدة على تروم تروم.